بسم الله الرحمن الرحيم، وأقدم التهنئة والتحية لأسر أبنائنا الخريجين النهاردة، ومش بس الخريجين الحقيقة، وأيضا أبنائنا اللي موجودين ضمن طلبة الكلية وطالبات الكلية. ومهم أيضا إن أنا أذكر إن إحنا دايما لكل أسر شهدائنا شهداء مصر كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام لكم. وعايز أقول لكم إن إحنا كلنا في الدنيا اللي إحنا يعني ناس بتيجي وتذهب لها ما لها وعليها ما عليها إلا الشهيد، بتفضل ذكرى عطرة لما قدموا من تضحيات من أجل وطنه. وأنا عايز أقول لكم أنا شايف الأسر موجودة هنا، وأنا حرصت على أن دايما في كل الحفلات بتاعت يعني الشرطة والجيش أن يبقى نسبة من أسر الشهداء تبقى حاضرة معانا، أولا تقديرا واعتزازا بهم وامتنانا لما قدموه لنا. وفي اليوم اللي احنا بنقعد فيه ده بقول لهم او اللي احنا موجودين فيه النهارده، يعني احنا يؤلمنا جدا سقوط كل شهيد او اي شهيد في مصر، سواء كان من الجيش او من الشرطه او حتى من المواطنين العاديين. ولكن عزائنا كلنا، مش عزائكم انتم، عزائنا كلنا ان ده كان تمن مش بسيط عشان الوطن ده اللي فيه النهارده 105 مليون يبقى عايش بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل تضحيات شهداء مصر اللي قدموهم اسر مصر. وكل مره بقول الكلام دوت عشان أذكر نفسي وأذكر كل الشعب المصري بالتضحية الكبيرة ديت. مفيش أغلى من النفس، مفيش عند أي أسرة مصرية أغلى من أنها تقدم أبنائها من أجل مصر. تمن عظيم، بس كمان من أجل وطن عظيم، من أجل وطن عظيم. فمن فضلكم كل التحية لكم، كل التقدير لكم، وذكرى عطرة في الدنيا إن شاء الله وفي الآخرة إن شاء الله. لأبنائنا الخريجين بقول لهم بتمنى لكم التوفيق، بهنيكم، بدأت مهمتكم بعد تخرجكم وبعد ما تحصلتم على ما يلزم من تدريب وعلوم تؤهلكم لأداء مهمتكم بشكل مناسب وبشكل يعني يسعدنا كلنا زي ما انتم شفتم كده. وزي ما بقول ان احنا النهاردة بنخرج طلبة وطالبات من خريجي الليسانس معهم الدبلوم والماجستير، وده معناه ايه؟ معناه ان احنا بنطور في اداء ومستوى التأهيل العلمي بالاضافة طبعا للتأهيل البدني اللي بيتم. المهم ان انتم هتتعاملوا مع مواطني مصر، سواء المواطنين اللي هم المواطنين العاديين او حتى المواطنين اللي بيخرجوا عن السياق. مهم جدا جدا ان احنا نلتزم وننفذ ونحترم دولة القانون والمعايير اللي انتم تعلمتوها هنا في الكلية مع كل الناس، وفي النهاية في قانون بيحكمنا جميعا. بتمنى لكم التوفيق وربنا يحفظكم ويوفقكم إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا محمد.